ورحمة الله وبركاته. أحبائي إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة سهلة بزاف، فيها البطاطا والفرماج. وعندك بطاطا عندك فرماج في الدار، غادي تقدري ديري هاد الوصفة السهلة البسيطة. عندي بطاطا غليتها وقلعت لها اللب تاعها، القلب تاعها كاع قلعته. غادي نفرصوها باللي فرماج وندخلوها الكوشة طيب على دو لا كريم فريش. شوية ملح، شوية حرار. انا هنا عندي فرماج موزاريلا، كما راكم تشوفوا نطوبيك الحبه. غادي ندخلوها طيب الكوشه ومن بعد نعاودو نشوفوها. طفيت عليه من التحت وشعلت عليه من الفوق، خليته يحمر. فوالا الوصفه تاعنا تاع اليوم. تحس بطاطا راها غير فرماج. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وجربوها مع احبابكم واصدقائكم. نتلاقوا في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.